من الجمعه يا اخي دابا شوفي وجهي قداش ها من الجمعه وانا خصك شحال باش خصك تكوني صفيتي كنصفي اختي من الجمعه للاثنين وفاش ما كتصفيش هذيك لاباراي كتنطق ليه اختي لا هي من فوقها هكا ديال الضو اختي من فوقها راه ما كنقدر لا نخدم مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة مدينة مكناس. نخليكم مع حالة إنسانية ديال سيدة اللي مريضة وكدير دياليز وهي الآن ما بقاش عندها الفرنك كيف ما كنقولوا باش أنها تمشي تتمم العلاج ديالها. كتقول الزوج ديالها سمح فيها بقات هي وليداتها عايشين من بعد ما خانتها الصحيحة ديالها. يعني الواحد اللي يطلب السلامة ويطلب الصحة ديالو لأن الصحة هي اللي تقدر أنها تعاونوا على اي حاجه وفاش كتختص صحيحه يعني كيمشي كل شيء. اختي عاود لنا المشكل ديالك راجلك علاش ما بقاش معاك علاش ما عاونكش علاش ما كيضحيش. السلام عليكم بعدا خوتي المغاربه كديرين بخير لاباس. اختي انا كنت في 2012 طلع لي الطونسيو ولدت واحد الوليد طلع لي الطونسيو شي 25 وحرق لي الكلاوي ودابا بداك الوليد صغير وواحد كبير في 2008 كنت كنخدم ونعاونو هكا في الديور ويعني عندي الصحة ومشي نخمل العيالات وداكشي في الاخر دابا منين مبقاتش عندي الصحة صافي وليت دابا كنسخف مكنقدرش تنهضر حيت كيخرجوا لي واحد التحليلات هما ديال كل 3 شهور خصني نديرلهم باش كنعرف شنو طلع ليا وشنو هبط ليا مع الماكينة وكنستعمل واحد الحديد كنشري سميتو فينوفير وواحد سميتو واحد دواء المعده ودواء الكالسيوم وداك التخربيق. يعني فاش كنتي بصحتك وكنتي كتخدمي كنت كنخدم كنت كنخدم ونصور النهار ديالي ونعيش بخير ونخدم في المحلبات ديال مالي الحرشه والملوي وداكشي. دابا الحمد لله دابا اي بلاصه مشيت نخدم فيها كيقولوا لي لا ما يمكنناش نتخدمي نهاري ونهار لا وزيدو كنسخف كيسحب لي يوم راه غنسخف ملي كنمشي نخدم قلت لهم نمشي غير نخدم هكا واخا غير نص نهار قالوا لي لا انت كديري الدياليز ما نقدوش نخدموك تمشي تسخفي لينا ولا شي حاجه. دابا عندي واحد مع دابا من 2012 وانا كنصفي وكنخاف والقلب ديالي ولا كيسخف ليا بزاف ما كنسخف وما كنقدرش كاع لا نطلع على الدروج لا والو. وبغيت دابا كنشوفك غير انت طالعه يعني وسخفاش داتك يعني با واحد شويه ديال الدروج شتاتك ليا هنا فاش كنتي بصحيحتك وكنتي كتخدمي مره تخدمي في الديور كنكسي راسي وبخير عليا ما خصني حتى شي خير. دابا ما نقدرش نخدم هاد لاباري دي الا هزيت غير شي ماعن ولا شي حاجه فرصيت عليا كتسخف ليا هي بلاصه اللي كتسخف ليا كامله. اش كنتي بصحيحتك وخدامه راجلك كان معاك كان بخير عليه وليني قال لي انت دابا مرتي واش ضيعي لي حياتي حتى انا معاك قال لي انت مرتي وليت نهار اللي كنجي من الدياليز كنلقاه طايحه نهار كامل ولا غدا عاد كنوقف واحد شويه وعاوتاني الغدا عاوتاني كندير الدياليز. قال لك انت مرضتي ما تمرضينيش معاك قال لي واش انا حياتي ضايعه واش انا غادي ندي مرا اللي تقيل كل مره 6 الصباح راه غادي ندير الدياليز كنبغي ندير شي حاجه معايا الماكله حيت الماكله كتخوي ليا الجسم ديالي كامل ما كنلقاش كانوا شي ناس اللي جاتهم بخير كيعاونوني كنت كنخدم معاهم دابا في المهم نمشي ندق عليهم كيقولوا لي الخدامه كتقول لي راه ما كاينينش راه ما كاينينش تحاليل كل 3 شهور كيخصني نديرهم. كون كان هو اللي مرض كنت راه تسمحي فيه؟ لا لا انا كنت كنخدم في الديور وكنت كنتعاون معاه وليني دابا الحمد لله الحمد لله صافي. خلى لك الوليدات؟ جوج وليدات واحد في 2012 وواحد في 2008 كيعاونكش على العلاج الدواء على لا كندير غير الدياليز على حساب المخزن صافي. اما الدواء داك فينوفير كيتشراو ب 10000 فرانك كنشري الكالسيوم كنشري الدواء الحديد كنشري وديما مريضه دابا انا كل مره خصك راديو القلب حيت داك الماكينه بقوتي كنشرب الماء كنتنفخ انت تشوف كيمشي كينفخ ليا القلب وكيعطيني الفاشل لهنا في هاد البلاصه الحمد لله. يعني ما راه عاش العشره ما راه عاش الوليدات اللي بيناتكم هو براسو كيخدم كيخدم في واحد القهوه كي يسربي فواحد القهوه غايبه لكن عرفو كاين اللي كي تمرض مرتو ما عندوش راه كيخرج ساعه ويجيبها لها كاين والعكس صحيح يعني هو ما صدقش ما عندي ما ندير الحمد لله هادشي حنا هادشي في المغرب عندنا بزاف ماشي الا انا يعني ماشي انت الضحيه الاولى ولا ولكن كاين عاوتاني قصص اللي هي في حقيقه كتشوفي المراه كيفاش كتضحي مع الزوج ديالها والزوج كيفاش كيضحي مع الزوجه ديالو كتقول زعما
الله يعطينا حتى حنايا اللي فيها الخير. هنا قبل ما نكمل الموضوع ذكرني برقم الهاتف ديالك اللي هو 06 51 92 93 23 89. هذا رقم الهاتف ديالها اللي هو 06 51 92 93 89. غير الماكلة اختي معايا ديالي حيت الماكينة. فين كديريهم دياليز؟ نديرو في بسلة. كتمشي حتى سلا باش ديريهم؟ كندير في سلا. كتباتي تما؟ كنبات تما. كاينة واحد الجمعية شداني من تما. انا قلتي لي انك كنتي درتي نداء من قبل المحسنين وكانوا كي تسلفت واحد جارتي مسكينه سلفتني باش نمشي لكازا وهذاك نيت الصحه في مسكين عطاني 100 درهم قال لك باش ترجعي للسلا ومنين ولاو كيتصلوا بيا جيو مزيانينش في قولي من الناس ثلاثه الليل قوي ديروا شي فيديو الغالي كنرجع نتفعلهم ونقول عادي بالله مش ضروري مش حنا باغيين كيتصلوا بك قلال الادب قلال الاصل قلال الترابي وكيتكلموا معاك يعني بطريقه لا اخلاقيه يعني كيتحرشوا بك كيصيفطوا لك دي فيديو كيوريوك دي فيديو شي جوج لي ثلاثه ولا ولا قوه الا بالله وكنت التليفون نقول هذوك ما حسبوش على المغرب هذوك الناس مراد هذوك مرادين نفسيا هذوك الناس زادو حطموني زادو حطموني ملي كان كيصيفط لي داك الفيديو الخايبين زادو كملوا عليا انتيا درتي نداء للمساعده هما صيفطوك لي فيديو خايبين هذوك ما حسبينش على المغرب ما حسبينش على الناس هذوك ما حسبينش على البشر حنا مشيت في الشتاء الدار البيضاء الشتي كتخيط من الصبح وانا سخنه وكيك منين صيفطوا لي داك الفيديو الخايبين بقى فيا الحال بزاف قهرتي وشكون كنت نصحتي نمشي نخدم ونجيب فلوس الحمد لله كاين ديور كاين حلابات كاين قهاوي تغسل الماعن بزاف ديال الطرق ولكن لا خلينا الصحة يعني الصحة هي كلشي الواحد يقول الله يعطينا الصحة يا ربي صح شنو هي الرسالة اللي تبغي توجهي لهاد القلال الأصل والترابي اللي كيصيفطوا لك هاد الفيديو اللي انت أصلا درتي نداء الله يهديهم وخاكك الله يهديهم الله يهديهم هادشي اللي كنقول الله يهديهم انت واقفه على العلاج هاد البيت اللي حنا فيه السطح كرياه ولا ديالك كرياه لا لا كرياه شحال كرياه كرياه هاد البيت وداك الكويزنه راه ب 10000 ريال ب 10000 ريال شنو هي رسالتك للمحسنين انت واقفه على الدواء واقفه على العلاج باش المرض ندوز ومنين نبغي الدواء نلقى باش نشريه منين نجي ندير لي تلقى شي حاجه ناكلها انا والدراري هادشي اللي كاين وكتلقاو ما تاكلو انت وليداتك يعني افين انا خدامه اللي عطاوني الناس راه كناكلو ما عطاونيش صافي كنبقاو بلاش حتى كعاوتاني كيجيب الله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوه الا بالله فين قوه الا بالله فين وليداتك ما هذاك اللي عنده 13 عام قال لي ماما ما بغيتش نبان انا بعد لا حتى شي حد حنا ما خصنا يبان زعما غير نبغي نقرا ماما ما انا ما نبانش معاك حيت باغي نقرا وباغي نوصل انا باش منين نكبر انا نخدم عليك انا الله ينجحها ويفرحوا ان شاء الله ويكونوا يكونوا خير ليك والتمره اللي تجني الغله ديالها ان شاء الله. مشاهدي قناه شوف تي في كانت هذه هي القصه ديال هذه السيده اللي كنشوفوا انها بالدموع كتبكي وكتقول على انها خانتها صحتها وبقات محتاجه للعلاج وهي دارت نداء من قبل وبعض القنوات او بعض الصفحات ولكن واجهت او لا توصلت فقط بالتحرش. هي كتنادي المحسنين وكتنادي ذوي القلوب الرحيمه وكتقول لهم عاونوني على العلاج عاونوني على التحاليل الله يكثر خيركم. طبعا هي بيت السطح الحاله ضعيفه ولا حول ولا قوه الا بالله. رسالتك الاخيره اللي بغي يخرج شي عشور ولا يعني الله يجعل ربي يجازيكم بخير اذا ما يتعاون معايا الله يجازيكم بخير. ما باغا لا نلبس لا نضيع باغا غير الدوايات دابا اصلا حيت ملي كنفوتو كل 3 سنين كيقول لنا الطبيب دوزو على الراديو ديال القلب 20000 ريال باش الى اي طبيب جيت نسولو كيقول لي 20000 ريال باش ندير لك التخطيط ديال الراديو ودابا كل 3 شهور عندنا مشكل ديال التحليلات هادو كل 3 شهور باش كيعرفو باش فين بلاصه هنا في مكناس كاينه هنايا انا في هاد البيت شنو سميت الحين اكدال نجي في اكدال حدا سويقة اكدال اييه اكدال حدا نعيمه كتسول ليها شنو البلاصه هي حدا سويقة اكدال
على كل حال مشاهدي قناة شوف تيفي اللي بغى يدير شي خير اجركم عند الله. الحالة ديالها الحالة ضعيفة وضعيفة بزاف، والواحد اللي يطلب يقول يا ربي عطينا القناعة والصحة. هادي اللي عطاك ربي القناعة والصحة، ما كتكونش كتعيش اضطرابات نفسية تقولها صحة عندي وشنو درت بها او لها، يعني الواحد يطلب السلامة. على كل حال الى هنا سيدنا نقول لكم دمتم بألف خير ونهاركم مبارك سعيد.